يا صباح الفل والورد والياسمين على اجدع ناس المصريين. يوم جديد يوم جميل بفضل الله، نبتدي ان احنا نحمده على كل نعمه وخصوصا الصحه والستر. الحقيقه النهارده عندنا اخبار كتير وعندنا فقرتين زي ما احنا متعودين، ودايما بنتكلم على الحاجات الايجابيه زي ما احنا عارفين في مصر جميله. خلونا نبتدي على طول باخبارنا، واول خبر معايا النهارده بيقول اكتشاف مقبره اثريه جديده في غرب اسوان. تفاصيل الخبر بتقول نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة في محيط ضريح الأغا خان بمنطقة غرب أسوان برئاسة الدكتورة باتريشيا بيانسنتيني أستاذة علم المصريات بجامعة ميلانو في الكشف عن مقبرة أثرية جديدة محفورة في الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني، وذلك من خلال عمل البعثة خلال موسم الحفائر الماضي. صرح بذلك الدكتور مصطفى وزير الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن المقبرة تتكون من جزئين، الجزء الأول منها فوق سطح الأرض والتاني منحوت في الصخر. الخبر الثاني معايا انطلاق ماراثون مصر الدولي الفرعوني في الأقصر. انطلقت في الساعات المبكرة من صباح الجمعة فعاليات الدورة 29 لماراثون مصر الدولي الفرعوني الذي يقام في محافظة الأقصر تحت رعاية وإشراف إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة ومحافظة الأقصر. شارك في الماراثون 350 عداء من 32 جنسية أجنبية، منهم دول مصر، أمريكا، اليابان، ألمانيا، فرنسا، هولندا، إيطاليا، بلجيكا، المكسيك، البرازيل، إنجلترا، السويد، فنلندا، الأردن، قطر، السعودية، الكويت، ليبيا، فلسطين والمغرب. وبيمثل الأجانب المشاركين في الماراثون نحو 70% من إجمالي عدد المشاركين، ويأتي المتنافسون من أمريكا المرتبة الأولى من حيث أكبر عدد مشارك، يليهم المشاركون من دولة اليابان. وبيعد ماراثون مصر الدولي بالأقصر أقدم سباق يقام بإفريقيا والشرق الأوسط. خلونا بقى نروح لحاجة مهمة جدا، وهي فيروس كورونا وأهم الحاجات الجديدة. هخلوني اخد من المصدر الموثوق فيه وهي وزارة الصحة، وانا معايا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور حسام عبد الغفار. هنشوف التصريحات اللي هو قايلها، بيتكلم عن الاعراض الاكثر شيوعا الاصابة بالمتحور او ميكرون، يقول الرشح والصداع والشعور بالتعب والاجهاد والعطس واحتقان وجفاف في الحلق يسبب الم عند البلع. الأعراض الأقل شيوعا بقى اللي هي الكحة، الرعشة، ارتفاع في درجة الحرارة، والأعراض النادر حدوثها حاليا هي فقدان حاسة الشم والتذوق وألم في الصدر وضيق في التنفس. من الحاجات المهمة برضو اللي احنا لازم نعرفها، ومن خلال برضو كلام المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، المتحور أوميكرون بينتشر بسرعة كبيرة جدا على مستوى كل دول العالم. نسبة عالية جدا من استثناءات بسيطة سيستطيع الأشخاص المطعمين التغلب على العدوى، أما غير المطعمين فسيكونون معرضين بنسبة كبيرة لاحتمال تدهور حالتهم واحتمال إصابتهم بالمضاعفات الشديدة وربما الوفاة في بعض الأحيان. يبقى في الآخر اللقاح زائد الإجراءات الاحترازية والكمامة بتبقى نسبة أمان عالية جدا. في بعض العادات السيئة اللي لازم نتجنبها في مواجهة فيروس كورونا هي استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد أكتر من مرة، يعني الناس اللي بتستخدم الكمامة بتاعتها أكتر من مرة، اللي هي بتستخدم مرة واحدة اللي هي الألوان اللي احنا بنحطها دي تترمي على طول، ما حدش يستخدمها تاني. طبعا ان احنا ناخد مضادات حيوية مع نفسنا كده دون استشارة الطبيب ده ما ينفعش، وطبعا التدخين بكل أنواعه. نرجع تاني نقول ان يمكن يعني لازم نخلي بالنا جدا من الاجراءات الاحترازية، ونرجع تاني عشان خاطر نخلي بالنا اي حد عيان عنده برد او اي حاجة يعزل نفسه الفترة المطلوبة ويتابع مع دكتور، ما يقولش هو احنا الوحيد اللي في العالم كله هو دور برد وماشي. ما فيش حاجة اسمها كده دلوقتي، حاليا العالم كله بيقول ان اي دور برد تعامل كأنه كورونا، استشر طبيبك، ما لو في اي نوع من الاعراض وحاسس ان انت داخل على دور برد ما تقولش انا هاخد شويه فجل اخضر وهبقى زلف، مفيش الكلام ده. ارجع للطبيب بتاعك وقول له والله انا حاسس بكذا كذا كذا، اكيد هيقول لك في تحاليل معينه عشان نطمن ان ما يبقاش اوميكرون او فيروس كورونا او كوفيد 19، ولو بفضل الله مش كده خلاص خير وبركه الحمد لله نتبع اي حاجه، ولو كده لا قدر الله هناخد البروتوكول المطلوب مننا او اللي احنا عارفينه او اللي الطبيب هيكتبه لنا. يفضل طبعا، مش يفضل، هو ده لازم الطبيب يكتبه لحضرتك، لان كل واحد بيختلف عن التاني في الجسم وفي الامراض وفي السن وفي كل حاجه في الدنيا. امبارح كان عدد الاصابات 1079 وحالات الوفاه 34، قبليها كان 1010 وعدد الاصابات عدد الوفيات 21. احنا شايفين ان الموضوع ابتدى يعلى تاني، فالقصه كلها ايه؟ الاجراءات الاحترازيه، ارجع تاني حضرتك، الكمامه والتباعد وغسيل الايدين او تطهيرها زي ما احنا كنا متعودين،
واي حد حاسس ان هو تعبان ياخد يومين ثلاثه كده يعزل نفسه وان شاء الله تعدي على خير. طيب دي كانت اخبارنا، وخليني اروح لفقرات حلقتنا النهارده. هنتكلم مع الفقره الاولى طبعا مع دكتور منير ويليام كبير اطباء جراحه التجميل. النهارده جاب لنا حالات نادره في جراحات تجميل القدم، هنعرف الحالات ديت وازاي تم السيطره عليها او علاجها بفضل الله، وان الناس الحمد لله رب العالمين بقت شبه طبيعية وما كانتش طبيعية أصلا يعني، فحاجة بتبقى جميلة جدا. بنحب إن احنا نشوف الناس لما بتتعافى من الأمراض، وربنا يشفي كل مريض يا رب إن شاء الله. الفقرة الثانية هنتكلم فيها عن اهتمام الدولة بذوي الهمم واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المجالات المختلفة في هذا المجال، وهيكون ضيفي الكريم دكتور علاء عبد الحميد بلبع أستاذ كلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة، هنتكلم أكتر عن هذا الموضوع. طيب خلونا نطلع فاصل سريع مشاهدينا الكرام، وعلى بال ما تحضروا كوباية الشاي نرجع تاني مع أولى فقراتنا النهاردة في مصر جميلة. خليكم معانا. الكرام وجيش نيران.